خوليو، انت انا خوليو، اصحى. مين؟ كوتش. مرحبا كوتش. ايه العلاج دي كلها؟ مؤاخذه يا كوتش، اصل وانت في السجن انا قلبتها الكنده، وبعدين كلهم حبايبك يعني ابناء الرب. طب خد. ايه ده؟ لحمه يا حبيبتي. ثانيه واحده اسلقها. تسلق ايه؟ وده حكايه في العالم ده كله؟ دي ما تكفيش كل واحد شامه. وماله؟ ما هي تصبيله برضه. ولا اسفلجي ولا انا. انت خليها له، مش هتكفي. انا هعشيت بره. وماله؟ ما هي حته لحمه هنيه تكفي 100. ولا اسفلجي يا ابني، انت مش هتكفي. معلش يا كوتش برضه يعني. ولا قال لي كوتش ادينا احسن. ازيك يا اسفلجي؟ الله يخليك، الحمد لله. خد يلا شوح اللحمه دي وقسمها عليكم، ولا اقول لك اسلقها واعمل على مرقتها فته. ماشي. شيل منابع يلا. العينيا خد دول. ايه ساسات؟ احكي لك واحنا بتعشي. اما في واحد بتاع كباب وكفته. كباب ايه؟ انا هاكلك اكله هتعلب بيها العمر كله. ايه؟ هتاكلني لحمه راس؟ انا هاكلك احلى طبق كشري كلته في حياتك. وقف طابور. وقف يلا. بص لي يا حاج في وشوش العيال دي كده، يمكن تعرف حد منهم. ماشي. اهو يا بيه، هو ده. طلعوه اللي بعده. مش حق. ازاي؟ خد الاتنين دول على فوق. بتضحك على ايه؟ اصل بصراحه شكيت انك انت تكون اللي بلغت عني. انا مش عيب يا صاحبي؟ اسمك ايه يا لك؟ بركات. حسن لاش ولا سعاده البيت؟ وبعدين معاك يا حاج بركات. بطايقكم. مين فيكم الاشول؟ ده هو سعاده البيت. بركات. وبعدين يا حاج، ممكن تسكت يا حاج عشان اشوف شغلي؟ شهرتك ايه يا بركات؟ بركوت. نعم اخويا. صحابي هم اللي بيقولوا لي كده. صح صح يا بيه، انا شفت مره واحد في الشارع قال له قال له يا بركوت. انت بقى الاسود. ها؟ لا بيه مش ده، ده هو بركات. وبعدين معاك يا راجل انت؟ ما تهمك شويه. اسكت. حاضر. اهو. انت الاسود؟ لا يا باشا، انا الكوتش. فين فلوس يا انت بابا؟ فلوس ايه يا باشا؟ اللي خدتوها من الراجل ده. ما انت عيال. انا اول مره اشوفه. وين؟ ومقام سيدي الحلي عمري ما شفته. سيدك مين؟ الحلي. ثبت العقل والدين يا رب. انت يا ابني مش قابض مني 10 بواكي بايدك اللي تستاهل قطعها دي. انت يا راجل متخلف، ايه اللي متعبيه ده؟ لا مؤاخذه يا سعاده البيه، ما حاجه تخلي الواحد يخرج عن شعوره. بقول لك ايه؟
لم نفسك شويه واقعد ساكت، فاهم؟ يعني اشوف حق بيضيع قدام عيني واقف اتفرج؟ انت هتسكت ولا احبسك؟ اهو بلعت بلغه في حنك وسكت اهو. يعني ما بعتلوش العربيه؟ ما حصلش، مستعد احلف على مصحف. قالوا للحرام احلف. يعني مفيش فايدة معاك يا راجل انت؟ ما تقعد ساكت. الراجل ده بيتهمكم انكم خدتوا منه 10,000 جنيه وبعتوا له عربية ملهاش دوسيه. حصل الكلام ده ولا لا؟ دي منظر ناس معاه 10,000 مليم يا باشا. ده احنا شحاتين بيه. انت سواب يالا؟ نعم يا باشا. رد على البيت. ماشي. 7-1 يا باشا. هجام. لا ساعة الباشا ومقام سيدي الحالي. امال اتخذت في ايه؟ بابيض يا باشا. الله. لا بيه تعاطي وادمان، لكن ربنا تاب عليا منهم الحمد لله. وانت بركوت يا ترى اتخذت باصفر ولا باخضر؟ انا ماليش سوابق. وديت فلوس الراجل ده فين؟ يا سعاده الباشا احنا شقيانين، وانا متراقب وعليا مصاريف، يا دوب يفضل ساعتين في النهار بشتغل فيهم مع الوسطى تباع عشان اجيب حق اللقمه والدخان، وادي دفتر مراقبه يا باشا. سيادتك ممكن تتاكد من عدد الساعات اللي انا بقضيها في القسم. اتفضل سعاده. خدهم يا امين. يفرج عنهم بضمان سكنهم وتحجز السياره. ربنا يخليك لينا يا سعاده الباشا. يا بيه انت هتسيبهم يمشوا؟ مفيش دليل ضدهم يا حاج. وكلام يا بيه؟ كلامك مش دليل. يعني ايه؟ راحوا عليا العشر بواقف عربية مسروقة؟ ما قلنا لك مش مسروقة، عربية مالهاش دوسيه. يعني انضحك علي؟ تقريبا. والقانون لا يحمي المغفلين. لا بقى، لا عاش ولا كان اللي يضحك علي، ودين الأبخار عليك. يا ابني حكمنا عليك. صل على النبي يا ابني. صل على النبي يا ابني. صل على النبي. امشي. لا إله إلا الله. وبالي. أنا عارف معذور. معذور يا باشا. تعالى أنت أهو. ماشي. لا ده ايه شيال تعبان ده حرام كتير ضحكوا عليه. لا اله الا الله. لا اله الا الله. خد. لا اله الا الله. ده حرام كتير. والنبي انت ابن حلال، ربنا يسترها معاك يا شيخ. بركات الدم نهوري. اخد طعمي. يلا تعيش يا باشا. هتعمل ايه؟ سيبنا خلاص على وش المصايب ده. انت هتحط في نافوخ يا جد. وانا عاد فيها نافوخ. انا خلاص ده الحكومه خدتك بسببه يا كوتش. والله ما انا عاد. بس يالا لا تديك في وشك. سيبه زوكا. سيبه الراجل ما غلطش. بس صدقني يا خوليو انا ما كنتش اعرف العربيه دي مسروقه. العربيه دي مش مسروقه، دي مدفونه. يعني ايه؟ يعني دخل السينما متهربه واتدفنت وبعدين طلع. اما انا طلعت قفص بشكل. ها وعرفتها لوحدك. يلا بينا بركات. على فين يا صاحبي؟ احنا مش كلنا علقه؟ يبقى لازم ناخد حقها ولا ايه؟ تمام يا صاحبي. روحوا له. لو دفع يا دار ما دخلك شر، ما دفعش تبرطسوا الكمبيالات في البنك وتسحبوا العربيه، واذا اتلمد تضربوه. مفهوم؟ اللي دخلك هنا يا بركات بره بره، طلعهم بره. ايه الشغل العصبجيه ده؟ انتوا فاكرين البلد ما فيهاش قانون؟ انا هبلغ البوليس. ايه يا بركات؟ كنت عاوزني بحاجة؟ عايز حقي. لا اله الا الله. هو كلام عيال ولا ايه؟ ما احنا اتفقنا اول العربية ما تتسجل هيحصل. العربية مش هتتسجل. وانت ايه دخلك انت؟ الله شريك يا جدع. هو الراجل اشترى عربيه رجع في كلامه؟ ما رجعش. العربيه مالهاش دوسيه. سقطت ايد يا باشا ما انت عارف. انا ما اقبلش ان حد يشكك في ذمتي. ما تزعقش قوي كده لو طق لك عرق. انا بكلم بركات، انت دخلك ايه؟ هو مش قال لك شريكه؟ انت بتنسى بسرعه ليه؟ والنبي ما تزعل نفسك يا صاحبي. بينسى. معلش. انتوا عاوزين ايه بالظبط؟ حقنا. انت ليك عندي 700 جنيه. ادي باكو. وورينا عرض كتافك. لا
اله الا الله. عايز ايه تاني؟ حائل. نعم. بتنظف ودانك امال يا باشا. انا كلمتي اقولها مره واحده. عايز حق ايه؟ اقسم مع زميلك. انا عايز حق العربيه. نعم. 10,000 جنيه، جنيه ينطع جنيه. حقاو. اما تشوف حلمة ودنك. ولا على صاحبي. الله، انت غيرت سجايرك؟ طول عمري بشربه. ايه ده؟ ايه ده يا مجنون؟ ده صباع محشي بس ينسف قبل المؤبد. طب ما انتوا هتموتوا معايا. يلا يا راجل خليها يموت. والله العيشه بقت مره. لا ورانا حاجه، لا عيل ولا تايل. وبعدين عايز اقول لك حاجه، يا نعيش عيشه فل يا نموت احنا الكل. طب الفلوس كلها هي. كفاية بقى، كفاية أرجوك. آه يا أولاد الكلب. يلا خلو قسم. لا ده بالناس، حتى الله ما بيننا وما بينه. ليه مولانا؟ قال الناس كان ناس صاحبي. معلش ما تاخذنيش. يلا خوليو. فلوسك مظبوطه يا حاج؟ على داير مليه. يعني ما انت زعلان؟ ورحمه والديك ميتين او صحيين ما في نفسي اي شيء. صافي يا لبن. حليب يا قشطه. هذه الحلاوه بقى يا حاج. من عناي حالا نجيب السائع. ساعة؟ ساعة ايه؟ الحلاوة 10% زي الحكومة ما بتقول، وعلشان انت قطاع خاص هناخد 15%. نعم روح امك. ايه؟ تغلط في امي ليه؟ مش عارف تبقى راجل كبير وتغلط في امي؟ ايه رايك بقى هنخليهم 20%، ولو زودت هيبقوا 25%. مش كده بركوتة؟ تمام يا صاحبي. على البركة. يا قليل الأدب. من كتر الكشري اللي بتأكلهولي متهيألي إن معدتي تطلع لها جبة. طب حليلك بقك ببسبوسة. لا، أنا عايز أحلي بعبرة لحمة. مالك يا بركوتة؟ مدلدل ليه؟ الباشا حسان يا سيدي. منبه على كل اصحاب العربيات، محدش فيهم راكبنا عربيته. هو يعني كلامه ماشي على كل العالم دي؟ زي السيف ده الباشا يا صاحبي. وهتعمل ايه؟ مش عارف. ما تشوف لك شغلانه تانية. واعرف حاجه تانية غير السواقه، ده انا مولود في عربيه. هتعمل لي فيها سواق نص الليل؟ خوليو انا مش ناقصك. العربيه دي بتاعت مين؟ بتاعتك العربيه دي؟ ليه؟ تبيعيها؟ لا. لا ليه؟ اصلا من ريحه المرحوم. جوزك؟ قال اللي ما يشوفش من الغربان يبقى اعمى. وهي لو كانت متجوزه ايه اللي هيوقفها في وسط السوق؟ يشاركنا فيها؟ انت باين عليك سايق. دي خرده هتعمل بيها ايه؟ لمسه واحده من ايدي اخليها لك عروسه. ليه؟ سحار؟ لا، دكتور ميكانيك. بس دي يلزمها شغل كتير. الشغل علينا والسواقه كمان علينا. قلت ايه؟ قالت بخ يا جاري يا كلف يا سيدي. نقرا الفاتحه. ايه؟ نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه. ما بتقراش ليه؟ انت هتصلح وهو هيسوق وهي هتقبض. طب انا بقى هعمل ايه؟ ادي
اديله 200 جنيه اللي اشتبلوه العربيه. دول سماسرة الطريق. وال 200 جنيه اللي خدوهم دول؟ فردة؟ يعني ليه؟ أنا دافع حاجة من جيبي، 100 من المزارع و100 من المعلم بلاسي. كل حمولة ياخدوا المبلغ ده؟ كل عربية بطيخ تعدي لازم تدفع لهم. واللي ما يدفعش؟ ما يوصلش. على كده العالم دي تعمل لها 3 4 بواكي في اليوم. أرزاق يا صاحبي. دول بيكسبوا أكتر من تجار المخدرات. ان شاء الله بمية. انت دافع حاجة من جيب ابوك؟ ده احنا طمعانين في كرمك يا معلم. ليه يا اخويا عدم المؤاخذة؟ فتح شؤون اجتماعية ولا الوفاء والامل يا روح امك؟ احنا عشمنا فيك يا معلم تنزل السعر شوية عشان ناكل عيش. كل يا اخويا بس ما تحفش. ده احنا ما نصدق نلم اللي دفعناه، لسبوبة تخسر ما تكسبش. شوف يا حبيبي عدم المؤاخذة، اللي ما معهوش ما يلزموش. الكلام اخده عطا يا معلم. عدم المؤاخذة عايز ايه؟ تريحنا في السعر شوية يا معلم. ماشي. قلطة. نعم يا معلمي. شيل اليافطة دي يا قلطة وحط يافطة غيرها عشان خاطر الحباية. بكام يا معلم؟ الحباية بأربعة جنيه بالصلاة على النبي. ومشي المزيد. أربعة جنيه أربعة جنيه لوكاسيون. بقول لك إيه؟ يا حمولة العربية كام بطيخة؟ 2000 ليه؟ 2000 في 4 ب 8000 جنيه مش كده؟ تمام يا صاحبي. يلا بينا. ده نصيبك يا بطه وده نصيبك يا زوكا وده نصيبك. الفلوس دي مش هتتقسم. ليه بقى ان شاء الله؟ هنشغلها لحسابنا. حسابنا في ايه؟ في البطيخ. بس ده مش كارما يا زوكا. بتفهم في الطب؟ ها؟ ليه؟ عشان نفتح مستشفى ولاد. يا عم قول لنا هنجيب منين الرسمال؟ الفلوس اللي معانا بكام؟ دي ما تكفيش غير نعمل جرجير وكرات. ما كفتش نبقى ناخد بالتقسيط. طب مين بقى اللي هيضمن عند المزارعين؟ اسم الحاج رضوان. يطلع مين الحاج رضوان ده؟ ابويا. ما كانش يتعزي يا بنتي. ما انت عارف ان انا مستلف 10 بواكي من البلاسي بضمان المحصول وما اقدرش افرط في حبايه واحده. انا عشمك ربنا وفيك كبير يا حاج ابو نعيم. معلش. شوفي يا غالي يا بنت الغالي، انا حاطط حمولتين على جنب من ورا البلاسي، خديهم. ربنا يخليك لينا يا ابو الحاج. ايوه بس دول مش كفايه يا حاج. معلش يا ابو الحاج، اصلهم شركاتي وعشمانين فيه. وماله؟ بعد الغد نقوم نمر على حبايبنا وجيراني ونشوف عندهم حموله ولا اتنين. واول مره تفوتي على النعايمي وعرب السد واجهور. هم كانوا حبايب المرحوم والدك ويتمنوا يخدموكي. ايوه بس بصراحه يا حاج الفلوس مقصره معانا شويه. يا ريت يا ابو الحاج تضمننا عندهم، وانا مستعديه اكتب لهم الكمبيالات. اقصى عليكي.
مش عيب بنت الحاج رضوان تشتبني في ضهري وتقول الكلام ده. ده والدك الله يرحمه كان كل زرعه يرمي 5-6 آلاف جنيه، لا يخلينا نكتب وصل ولا ياخد قرش واحد فايده. يلا يلا خش مع الحريم حضري لنا لقمه ناكلها. مصر في الطريق. يعني ايه بقى؟ ما تشغليش بالك. بركاته جاهز يا صاحبي. مع الماء ابيض بالصلاة على النبي. شخلي معيش يا خليل. ما تعطلناش يا بلدينا، شخلي لجيبك. جيبي مخروط. ده باين عليك جديد في الخط. جديد ولا قديم؟ احنا هنناسبه. اسمع بلدينا، هتدفع المعلوم هخليك تعدي. هو انا هعدي القنال عشان ادفع؟ الله، ده باين عليك غلباوي وكتير الكلام. فرج العربيه بالهداوه بس يا معلم. تعالى بس، عايز كام؟ 200 جنيه. تعالى لحدهم لك. تعال معكش ولعه؟ معايا. خوليو لو بتيها روحك فدا على رقبتك، فاهم؟ حاضر يا كوتش. حاضر. يجيب العمده والغفر ويتكلم المركز. انا هجيب لهم الحكومه كلها. تبنا يا بلدينا. صلاح النوبه. عشان خاطر الست. طب شخلل. نعم. شخلل جيوبك عشان تعدي. ما هو. خوليو. قلبهم. طلع كل اللي معاهم. وعلى اقل من مهلك. معلم كده بيوتنا هتتخرب ومحلاتنا هتتقفل. وبدينا 100 بطيخه بسعر امبارح. يفتح الله. طب خليهم 50 يا معلم. الله، انتوا هتقلبوا دماغي ليه؟ ما السوق قدامكم التجار كتير، ولا مفيش غير يعني؟ هو في حد من التجار يقدر يكسر تسعيرتك يا سيدي المعلمين؟ جدع يالا، ولما انتوا عارفين كده بتضيعوا وقتكم وتوجعوا دماغي معاكم. ملناش بركه الا انت يا معلم. خلاص، عدم المؤاخذه الحبايه ب5 جنيه. ده كده كتير يا معلم. الزبون مش هيدفع ما دام الحكومه سعرته. خلاص يا حبيبي، روح اشتري من الحكومه. ايه اللي حصل؟ ايه؟ تعبت الدكتور بره. جات له ازمه من الليل والدكتور عنده فوق. هي دي اول ازمه له؟ ده بسبع ارواح. خير يا دكتور؟ الباقيه في حياتك. لكن ده صحته كانت اتحسنت كتير. دي حاجات بتاعت ربنا. الله يرحمه. ايه دنيا؟ البياع في حياتكم جا
جميعا يا اخواني، ده في حياتكم ما بقى الا وجه الله، والله ما بقى الا وجه الله. يلا هنعمل ايه؟ انا عايز بيبس. ايه دنيا، امشي عدل يحتار عدوك فيك، امشوا زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا بالصرم على دماغكم في الاخره. ايه كان امير، كان امير، ان شاء الله تبقى تشوي في نار جهنم يا غطريفي. كان هيخس عليك حاجه لو كنت اديتني 2000 جنيه افك نفسي بيهم في شقه. ان شاء الله يبقى ربنا ياخدك كمان مره. امير كان امير، يلا ربنا يسامحك. هنعمل ايه؟ امشوا زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا بالبلغه القديمه في الاخره. انا بقول لكم اهو. يلا عملت حصر بالممتلكات وحسبت التركه؟ طبعا، حوالي 6.5 مليون. 6 مليون جنيه. يا ما انت كريم يا رب. هينوب كل واحد مننا كام يا سعد جواد؟ مش وقت الكلام ده دلوقتي. ايه دنيا، المعزه خلصت، سعيكم مشكور. الله يرحمك يا ابو الغطريفي، صحيتنا ليه يا ابو عبد الوهاب؟ كنت سيبني نايم علشان انسى انه مات. يلا يلا اتفقنا. بقول ايه يا ابو عبد الوهاب، هو المرحوم كان موصيكم ما توزعوش السجاير حفاظا على الصحه العامه؟ المعزه خلصت. طيب هو انتوا مش هتعشوني؟ يلا بقى، يلا امشي زي الجزم في الدنيا لا تتضربوا على قفاكم في الاخره. كل واحد هينوبه كام من الميراث؟ هبرة جامدة. أقل واحد فينا هينوبه 1,000,000 جنيه. يا ما أنت كريم يا رب. من بختنا إن ابنه الوحيد مات في فرنسا. أنت بتحلمي، إحنا مش هينوبنا إلا ملاليم. ليه؟ مش إحنا دلوقتي الورثة الشرعيين؟ في نظر القانون إحنا ورثة من بعيد، إحنا حواشي من ضمن عشرات غيرنا من حواشي، وكل من هب ودب من القرايب هيظهروا ويطالبوا بالميراث. ده غير نصيب الحكومه، يعني بعد التصفيه كل واحد مننا هينوبه ملاليم. لا ده ظلم. 6 مليون جنيه يطيروا مننا؟ يطيروا من قدام عينينا عونطه؟ مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ إن ابنه ما يكونش مات. يعني إيه بقى؟ ابنه فريد مات وشبع موت، ولو كان عايش كان هيورث لوحده. اسمعوني بس، ابنه مات ده صحيح، لكن الحكومة ما تعرفش إنه مات علشان مجلس الخارج. مظبوط؟ مظبوط. لو جبنا واحد وقف قدام الحكومة وقال أنا فريد الغطريفي هياخد الثروة كلها. يعني قصدك نجيب واحد من طرفنا ويقول انا فريد الغطريفي؟ بالظبط. وهي الحكومه بريال عشان تصدق؟ اي واحد هيقف يقول انا فريد هيقولوا له اهلا وسهلا يا سي فريد. يا ناريمان، في نظر الحكومه الانسان مجموعه اوراق، شهاده ميلاد، فيش وتشبيه، بطاقه شخصيه الى اخره. مظبوط. مادام فريد هرب لما حطوا ابوه تحت الحراسه، وبما انه مش هيرجع علشان مات، ممكن نجيب اي واحد نعمله الاوراق المطلوبة ويبقى هو الشخص المقصود. ومين اللي هيزور الاوراق دي كلها وازاي؟ سيبي العملية دي علي انا، الفلوس بتعمل المستحيل. ايوه بس دي لعبة خطرة جدا علينا. ولا خطرة ولا حاجة، وحتى لو كانت خطرة، خطرة عليه مش علينا احنا، لان المفروض هو اللي زور وهو اللي عمل كل حاجة. موافقين؟ أنا موافق، أنا ما عنديش مانع. طب مين الشخص اللي هيقبل حكاية زي دي؟ موجود، وكل المواصفات منطبقة عليه، غلبان، محتاج، ساذج، مش طماع،
ومقطوع من شجرة. يا شعبان! شعبان! ايه يا متولي؟ انت عملت ايه يا شعبان؟ عملت ايه في ايه؟ وكيل الاصلاح مزعبب ولا هدول الواد شعبان؟ وايه اللي زعببه؟ انت بتسالني؟ العلم عند الله! ده مسك ضبط القبالي من هيني ولا هدول الواد شعبان من هيني؟ تعال معايا. اتفضل. انت بتحول التحقيق يا سيد وهيتخصم منك نص شهر. ليه بس يا بيه؟ البهايم خاسه. وانا مالي؟ هو انا كنت باكل اكل ايه؟ انا ماليش دعوه. القبالي بيقول كده. وانت مسؤوليتك الباقي. طب مش لما تيجوا تثبتوني الاول تبقوا تخصموا مني؟ ده انا موظف زهرات يا بيه. الله بلاش غلبه بقى. لما البند في الميزانيه يسمح هتثبتك. 4 سنين والبند لسه ما سمحش. اوه انت هتقلب دماغي بقى. اتفضل يا سيدي روح شوف شغلك. اللي بيحصل ليه ظلم. كل يوم والتاني يخصموا مني. عايزين نصرف على الاصلاح الزراعي من ماهيتي. اهو شعبان. مين؟ ابويا عبد الجواد. اهلا اهلا اهلا. سلام عليك. تعالى. مش هيا ولا؟ مفيش داعي. مفيش داعي ولا؟ مجلس العيله عايزك لامر مهم جدا. عيله مين؟ عيلتنا. ما انا ما اقدرش اخرج دلوقتي يا سعاده البيت. بس تعالى معايا. دي فيها 4 ايام خاص الميت تروح كده. ولا يهمك. تعالى بس. تعالى. خلاص فهمت. ها قلت ايه؟ ما تتكلم يا ابني. قلت ايه؟ ورحمة الغاطرين في ماني فاهم حاجة. أنا عايزك تقول لي الكلام من الأول عشان أنا فاهمي تقيل شوية. هتقف قدام الموثق هيقول لك أنت فريد. تقول له أه والباقي علينا إحنا. أقول له أه والباقي عليكم أنتم؟ كل حاجة معمول حساب بمنتهى الدقة. أنت مش كنت بتدور على 2000 جنيه؟ خلاص هتاخدهم وتتجوز خطيبتك وتعيشوا في نبات ونبات وتخلفوا صبيان وبنات. وبدل ما فلوس الغطرفي بيه اللي كسبها بعرق جبينه تروح تستنى في العيلة. طب هو يعني المبلغ كام؟ انت مالك بقى؟ انا مالي ازاي؟ مش انا اللي هستلمها؟ مش انا اللي هورثها؟ افرض يا ابني اي مبلغ. انت مالك؟ انت هتاخد ال 2000 جنيه، الباقي مالكش دعوه بيه. ده فلوسنا احنا بقى. ايوه بس كام يعني المبلغ؟ وانت مالك يا اخي؟ يا سيدي ريحه وقول له المبلغ 6 يا شعبان. 6000 جنيه؟ لا 6 مليون. هو قال كام؟ 6 مليون جنيه وعايزين تدوني 2000 جنيه زودهم شوية. خلاص خليهم 3000 ولا اقول لك 4؟ لا يا شيخ 4 ده كتير قوي. شوفوا يا اخواني انا هلعب معاكم اللعبة دي بس اخد نص الورث. انت مجنون؟ لا حرام وانتوا كمان حرامية. ومن حضر القسمة فليقتسم. لا يفتح الله. يلا ورينا عرض كتافك. فتكم بعافية. السلام عليكم. تعالى رايح فين؟ سيبيه خليه يغور في 60 داهية. نسيبه ازاي بعد ما عارف سرنا؟ لك حق. هنديلك 10000 جنيه. النص. خليهم 20000. النص. يا ابني ورانا مصاريف كتيرة. النص. طب خليهم 50. النص. لا غور في 60 داهية بقى. هو ايه اللي يغور في 60 داهية؟ هو احنا قدامنا حل تاني غيره؟ اجري هاته ما تضيعوش. يا ابني احنا 4 وانت 1 نفرق بالعدل. النص. طب خليها التلت. النص. موافقين؟ ده انت طلعت داهية.
شعبان اتمحم الوجود، غيرنا جميع الاوراق، شهاده الميلاد، الفيش والتشبيه، حتى الشهادات الدراسيه شلنا منها صور فريد وحطينا بدلها صورك انت، بحيث بقيت انت فريد الغطريفي. اتفضل ادي بطاقتك يا سي فريد، بس كله لهف. بكون في عونك. المهم يعني كل حاجه اتسبكت يا حبيبي. انا قلت لك قبل كده الانسان قدام الحكومه مجموعه اوراق، وكل اوراقك انت سليم. لو هتدن في مالطا دلوقتي محدش هيصدق غير انك فريد الغطريفي. فريد الغطريفي، فريد الغطريفي. يلا بينا. على فين؟ على محكمه اسكندريه. طب مش هلم حاجات الاول؟ حاجاتك ايه يا ابني؟ انت على راي المثل، لا وراك ولا قدامك. يلا تعالى تعالى. يلا يلا على رايك. خارج اسوار السجن. السجن ايه واحنا بنلعب؟ ما يمكن يكتشفوا التزوير ونروح في بونيتي. تزوير ايه يا استاذ؟ مو احنا بتوع تزوير؟ احنا الاصل نفسه، كل الاوراق اللي معانا اوراق فريد نفسه. يلا يلا ما يعطلناش. بقى مين فريد الغطريفي؟ ايوه انا. انت فريد الغطريفي؟ ايوه انا فريد الغطريفي. معاك بطاقة؟ لا ايوه معايا البطاقة طبعا. فين الشهود؟ انا عبد الجواد محمد الغطريفي. والشاهد التاني؟ الإعلام الشرعي. بيتهيألي بقى نخلص من الشارع عشان نستلم الفلوس. العقود جاهزة، الشهر جاهز، ومعادنا معاه بكرة. خد الله. يلا بقى. تمام أنت كريم يا رب. قعدت على الأوراق كلها تمام؟ تمام يا فندم. وأنتوا الفلوس اللي وصلت لكم مظبوط؟ مظبوط. فريد بيه ممكن تمضي؟ فريد بيه؟ فريد بيه؟ نعم. ممكن تمضي؟ يا ما انت كريم يا رب. مبروك. الله يبارك فيك. وهنستلم الفيلا امتى؟ بكره ان شاء الله. وباقي الممتلكات في خلال 3 ايام. على خيرة الله. السلام عليكم. مبروك. السلام ورحمة الله. ناقصين 30 جنيه. انا عديتهم 3 مرات. ال 3 مليون ناقصين 30 جنيه. معاك 3 مليون جنيه لوحدك وبتدق على 30 جنيه. يلا زكاة عني وعن عفيتي اقبلوهم على عينيكم. ان شاء الله هتشتري بهم شيش تحطوه في عينيكم وتتغمسهم. ده تكون نقطة. السلام عليكم. عرفتني يا فريد بيه. راجع البلد قبل المغرب ما يدى. البلد ده انت اتجننت؟ انت تنسى البلد دي نهائي. ليه؟ ليه ازاي؟ انت عاوز ترجع بلدكم ومعاك 3 مليون جنيه؟ وهي يعني؟ شوف بقى، انا هبني مسجد، هبني مسجد وهعمل مشروع تربيه دواجن، وهجيب جمجموسه على معزتين، واعمل اصلاح زراعي خصوصي نكاته في الوكيل. فريد بيه، بلد صغيره زي بلدكم، الناس هتلاقي معاك الاموال دي كلها، مش هيستغربوا؟ ايوه طبعا هيستغربوا. انت عاوز تجيب لنفسك ولنا مشاكل؟ طب دلوقتي وخطبت؟ لا سيبك منها بقى، شوف انت بقيت فين وهي فين. لا 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 يا نريمان هانم الا دي. على كل حال انساها دلوقتي، وبعدين هنلاقيك 100 صرفه وصرفه. طب وانا هعيش فين دلوقتي؟ في مصر القاهره، هناك الناس ما تعرفش بعضيها ومحدش له دعوه بحد. ايوه بس ما بسش، هو ده عين العقل. وانا يا سيدي هدبر لك عيشه قبها في القاهره.
انا بيتي موجود وتحت امرك وانا جاهز وفي خدمتك. ولا بيتك ولا بيتها. بس انتوا هتتخانقوا. شوفوا انا اهلا وسهلا، انا هنزل عند نريمان هانم لغايه ما يبقى ربنا يدبرها بمعرفته. بس انا عايز اروح البلد برضه. ليه تاني؟ معلش مشوار ساعه الزمن. نوصلك ونستناك. بس اوعى تجيب سيره لحد. ايه انت فاكرنا عبيط؟ عنك. وانت فاكرنا عبيط ولا فاكرنا عبيط؟ ولا فاكرنا عبيط يعني؟ زينب يا زنوبتي. شعبان انت كنت فين؟ ده وكيل الاصلاح سأل عليك وخصم لك 3 ايام وقال لي الراجل ده ما ينفعش يتثبت ابدا. كنت فين؟ شغلتني عليك. ده انا رحت الحاره وبعدت اسال عليك قال ايه؟ قالوا لي في قفل على الباب. وايه الشنطه دي؟ انت كنت مسافر ولا ايه؟ لا اصل انا كنت في مشوار ورايح مشوار. رايح فين؟ نازل مصر. نازل مصر؟ ليه؟ لقيت شغلانه هناك انما ايه هايله. ايه؟ تتكلم جد؟ طبعا يا زنوبتي. طب وانا؟ ما هاني انا جاي لك عشان كده يا زنوبتي. انا هروح مصر يعني حرست حالي واروق الاناني واجات لك على طول. مره واحده؟ لا مرتين يا زنوبتي. ما تفوق يا شعبان وتصحى. مش لاقيين خلوه شقه هنا هنلاقي في مصر. ان شاء الله يعني ان شاء الله ربنا هيسهل. بس انت مفيش دعوه انت. طب بس انا مش فاهمه حاجه خالص. ما انا هشرح لك بعدين. بس اصل الوقت ضيق وفي جماعه قرايبي اللي هم شافوا لي الشغلانه بتاعت مصر دي مستنياني بره عشان نروح سوا. شعبان زين انا عايز مني الطلب. ايه؟ عايز قشين سلف؟ قشين انت الاخرى. امال عايز ايه؟ عايزك يا زينب ساعه المغربيه وحينما يميل قرص الشمس الدامي بين الاطلال اذكريني. فوتك بعافيه. مع السلامه يا شعبان. ما تجيبي قبله ساخنه. يو يا شعبان. طيب فوتك بعافيه يا زين. مع السلامه يا شعبان. خلي بالك على نفسك. وده شعبان. اهلا 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 سعاده الوكيل. الحمد لله على سلامتك. كنت فين؟ في المقر الصيفي بتاعك؟ ايوه كنت في المقر الصيفي بتاعي وكنت مدلدل رجلي الشمال في الميه. زينب بعتت لي تيليكس. عارف انت التيليكس؟ قالت لي الولد الوكيل زعلان. زعلان ليه يا ولد؟ ولد ما تبرقليش ولا تجزلي على اسنانك، ده احسن اخدك باللوكش على وشك. انت بيخوفي بك العيال. انت مرفوض. وانت كمان مرفوض. حد يلبس جرافاته زي دي يا راجل؟ ككرفت في مفاصلك. امشي امشي يا ولد، انت مرفوض. ككرفت في مفاصلك، روح يا شيخ. اتفضل يا فريد بيت، اتفضل البيت بيتك. اهلا وسهلا. اهلا 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 وسهلا. اختك ست ظريفه قوي باين عليها نريمان هاني. دي شغاله. شغاله؟ ودي مش ثابته ولا زهورات. خد الشنط وحضرك حمارك. بلاش الشنطه دي، مالكيش دعوه بيها خالص. طيب انا هسيبكم بقى وبكره الصبح هجيلك. اوكي؟ مع السلامه. باي باي. باي باي. تعالى بقى اما اوريك. اما تاخد دوش، تغير هدومك، تستريح، واحضر لك العشاء. اغير هدومي؟ اغير هدومي. الحمام جاهز يا فندم، اي خدمه؟ لا متشكر، متشكرين قوي. نعم متشكرين قوي قوي قوي. فريد بيه فريد.
حرام عليك كده تبردي. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انا خايف عليكي تجيلك نزله برده ولا حاجه تنزل لك اللوز. ثابت اتفضل اتفضل. اشرب. لا انا ما بشربش الحاجات دي. اشرب دي حاجه بسيطه لفرفشه بس. انا خايف لا تقلب بغم. ما تخافش طول ما انا جنبك مش هتقلب بغم ابدا. اشرب. ما تقدرش تتصور انا سعيده بيك قد ايه يا فريد. قصدي من يوم ما شفتك وانت عاجبني. ده كباب كباب ده. طلقت جوزي وانا عايشة لوحدي. هو حضرتك اللي طلقتيه؟ عينيه كانت زايغة مع ان كل اللي يشوفني يقول لي مفيش احلى من كده. وانت رأيك ايه؟ انا بس خايفة تنزل لك اللوز. ما تخافش من يوم ما طلقت جوزي وانا عايشة في البيت ده كله لوحدي. مش لاقي الراجل اللي يملاه عليا. ربنا يوفقك ويرزقك بين الحلال. لو لقيته انا عبديه بعناية. حلو قوي اللحمة دي من كام الكيلو؟ اسمع يا فريد انا عايزة اقولك على حاجة مهمة قوي. خد بالك من عبد الجواد والعيلة كلها. دول ناس طماعين قوي. لا ما تخافيش عليا. بس هي ده اللحمة دي بتلو بتلو. فريد. نعم. انا شايفك مش مستريح في القعده. تحب اشيل لك الشنطه بمعرفتي؟ لا ده انا مستريح قوي. حد يبقى قاعد على 3 مليون ومش مستريح؟ انا مش مستريح قال. انا هدخلك دنيا حقيقيه، هخليك اسعد انسان. انا عايز انام. تعب يا حبيبي. مش كده؟ بس اللحمه دي هايله. متلو. تصبحوا على خير يا غادة رشيد. ربنا كتر لنا من لحمكم.